السلام عليكم، اخباركم ايه؟ كله تمام؟ طمنوني عليكم، بقول لكم طمنوني عليكم يا جماعه، بقلق والله بقلق عليكم. انا قاعد بقى في حته مكان يا جماعه عالمي، والله في مدينه نورنبرج في المانيا برضه. بصوا يا جماعه، ده بلاج بحيره، البحيره دي زي ما انتم شايفين ورايا، بصوا عامله ازاي. انا عاوزكم تستمتعوا، ايه رايكم؟ شايفين الناس بتعوم والناس مبلبطه، وانا جاي متاخر على فكره. واحد حبيبي قوي اتصل بيا قال لي تعالى هوديك مكان رائع، خلينا نشوف المكان ونستكشف، يلا بينا. بصوا البحيره قد ايه، البحيره كبيره جدا، ناس بقى بتعوم وناس بتبلبط في الميه وناس بتركب عجل وماشي على الطريق ورايا، والدنيا اخر حلاوه. قلت له لا سيبني انا بقى اتعامل واعيش واستكشف براحتي. يعني الغريب ان الميه دي بتاعت البحيره اللي الناس بتعوم فيها عادي، ولا خايفين بقى من بالهارسيا، ولا خايفين من قواقع، ولا خايفين من قرش، ولا خايفين من حوت. يعني الالمان عندهم كمان اهو بلاجات يهيصوا فيها ويستمتعوا بالجو بتاعهم. يعني بص عمارتين هما جنب البلاج، والبلاج من الرمله زي ما انتم شايفين اهو، وكبير يسع من الحبايب الف. شايفين؟ خلينا نقوم بقى بدل ما احنا براشنا في الارض. الناحيه الثانيه بقى من البحيره فيها بقى مجموعه الوز والبط، اياه اللي انا نفسي فيه، علاوه على اللي هي الحاجات الصغيره دي اللي هي بتتبدل بالرجل دي. وغالبا الموضوع ممتد لحد هناك، هناك اهو شايفين على مرمى البصر، شايف؟ ومليان البط والوز والدجاج اياه اللي احنا كنا بنتكلم عنه يا حضرات. والممر ده بين البحيرتين بين النهرين، واخدين بالكم؟ حاجة لطيفة جدا لما تكون انت زهقان ما عندكش حاجة تعملها، ممكن تقضي يوم ظريف انت واسرتك هنا، وناس جايبة اهي قوارب اهي بتتنفخ زي اللي كانت عندي في اوكرانيا، وبنوتة عسل اهي بتستحمى اهي وبتعوم اهي، والدنيا زي الفل. وفي ناس كمان بتنزل من الجنب ده، يعني مش الشط ده بس هم الناس بينزلوا فيه، لا في كمان اهو الناحية التانية في ناس، بعض الناس اهي زي ما انتم شايفين اهو. والجنب ده اللي هو الحجر، يعني عاملينه حجر صغير، حجر الدبش الابيض ده، بس الناحية التانية، الناحية التانية الرملة، والعسل جاي علينا زي البطاية الحلوة اللي جاية علينا دي. معرفش البحيرة دي عميقة ولا عادي تتمشي على الرجل يعني، بس البنت اهي بتعوم اهي. قومي يا اختي، عومي عومي يا مسهل الحال يا رب. والست الحاجة اهي كمان جاية بتقابلها، والدنيا زي الفل. بصوا حوالين البحيره البيوت دي بقى، يعني البحيره في المكان اللي هناك ده ورا الشجر ده، كل المنطقه دي وراها البحيره. يعني نقول ايه، يعني انت عايش هنا وراك البحيره. بس نرجع بقى لسؤالنا اللي دايما بنساله، هل ينفع تصطاد في هذه الاماكن او لا؟ ولازم تصريح، واي نوع من التصريح كده. منطقة متعبية ريحة اللي هو الشوي، يعني
يعني المكان بحقيقي بجد يا جماعه ما يحلكش ان هو في بحيره وفي ناس بتستحمى ورا ومقضيه يومها الجميل. لا لا ما يجيش في بالك، يجي في بالك حي سكني عادي، لكن ما يجيش في بالك ان في ناس بتستمتع بوقتها على الميه. ممكن يكونوا من سكان المنطقه او اماكن تانية عادي، يعني مش هتفرق، فاهم؟ اهم حاجه تمشي في المكان المخصص للدراجات، ده اهم شيء. في كل حته تلاقي حدائق واماكن تقعد فيها وتبقى بتستجم فيها، يعني شايفين ومباني قديمه وباين ان هي قديمه جدا. اتجاه البحيره كده يعني تعدي مجرد الاشاره دي تبقى في المنطقه اللي انا كنت فيها من شويه. حقيقي ما طولتش عشان الوقت اتاخر وكده. قولوا لي رايكم في الطريق والرحله. انا بيني وبينكم يعني بستعمل الحامل القديم، لان الحامل الجديد اللي انا عملته ده طلع اي كلام. خلينا نستمتع مع بعض بقى.
من يومين كنت صورت الغسالة دي، شايفينها؟ ولا حد قرب منها، زي ما هي اهي، شايفين؟ زي ما هي، على حطة ايدك يا حبيبي، بص، شايفين؟ مستنيين الفرج. اشوفكم على خير، خلي بالكم من نفسكم، السلام عليكم.